عبر الهاتف من جدة معي الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد بطرفي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور خالد. إذا هذه أول مرة يدخل فيها عاهل سعودي قصر الكرملين، قبل أن نفند التفاصيل كيف تتابع مجريات هذه القمة؟ لا شك أن هناك تطور إيجابي ومتسارع على مسار العلاقات السعودية الروسية لم يسبق له مثيل. كانت هناك يعني تطورات لافتة في الألفينية الثانية عندما زار الأمير سلمان وقتها روسيا، وزار الأمير عبد الله رحمه الله وقتها وليا للعهد، ثم الأمير سلطان، وزار بوتين السعودية. لكن الخلاف على قضية السورية أخر كثيرا التحرك والتسارع على المسارات الأخرى الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية. الآن بهذه الزيارة التاريخية يبدو أن الحلحلة التي تمت في كثير من الملفات والتوافق بكثير من الرؤى سمح للمسارات الأخرى أن تصعد كلها على القطار السريع، فأصبحت العلاقات اليوم تشهد هذه الانتفاضة غير المعهودة وهذا التطور السريع. طيب لندخل بالمسارات وتفاصيل ما حدث، إذا لا تقتصر أهمية الزيارة على الشق الرمزي، نتحدث عن أهمية كبيرة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، كيف تقرأ هذا الشق؟ بالنسبة للناحية السياسية والمسار السياسي، هناك توافق فيما يتعلق باليمن، ولسوريا ولروسيا موقف إيجابي من قضية قطر، وهناك تعاون كبير في محاربة الإرهاب وتمويل الإرهاب. في هذه هناك اتفاق. بالنسبة للقضية السورية هناك جوانب متفق عليها وجوانب مختلف عليها. الجوانب المتفق عليها تتعلق بوحدة كيان البلد ومخرجات جنيف واحد، والتي تنص على بقاء الحكومة في المرحلة الانتقالية، ولكن الاختلاف هو على آلية التنفيذ وعلى بعض المفاهيم مثل بقاء بشار الأسد وهل يسمح له بأن يخوض انتخابات قادمة أو لا. فهناك تفاصيل بالإضافة إلى التورط الروسي مع إيران في ضرب المدن السورية، وهذا كان سببا لتأجيل التحرك في المسارات الأخرى. نعم، وحتى بموضوع الاتفاق النووي وما أعلن عن روسيا اليوم بأنه ما تطالب به واشنطن لا يجب المطالبة به، إلى أي درجة هذا ما حدث اقتصاديا، توقيع الاتفاقيات الاقتصادية ممكن أن تفرض نفسها بطريقة أو بأخرى على ملفات أخرى، منها مثلا موضوع روسيا مع إيران، موضوع روسيا مع سوريا من خلال النقاط المختلف عليها كما ذكر دكتور خالد؟ أنا أعتقد أنها ستساعد كثيرا. يعني إحنا لاحظنا في العلاقات التركية الروسية أن المسار الاقتصادي عندما تعطل أثر على المسار السياسي والعكس صحيح. فالآن إحنا نشهد تطورا كبيرا في العلاقات الروسية التركية بناء على التحسن على المسار الاقتصادي، وأعتقد أن هذا ما سيحدث أيضا. هناك مسارات كثيرة، المسار النفطي يعني نجحت فيه الدولتان في ضبط سوق النفط وأسعاره، والتعاون بين منتجي الأوبك والمنتجين خارجها. أيضا في القضية الفلسطينية لروسيا مواقف هي أقرب إلينا من المواقف الأمريكية، ولكن يبقى الخلاف كما ذكرنا على بعض التفاصيل فيما يتعلق بمستقبل الحكم في سوريا والتدخل الإيراني والميليشيات الإيرانية التي تلعب دورا هادما وكارثيا في سوريا. وأعتقد أن مع الوقت ومع تبادل التواصل والعلاقات بين البلدين سيكون هناك أيضا حلحلة في هذه المواقف وتقاربا في الرؤى بينهما. ما بعد القمة إلى أي درجة سيكون مختلفا تماما عما قبلها، خاصة بما أنك تطرقت لموضوع النفط على سبيل المثال دكتور خالد؟ نتحدث بالنهاية عن دولتين تتصدران لائحة دول مصدرة للنفط. صحيح، يعني السعودية وروسيا تمثلان ربع الإنتاج الدولي
من النفط، وهذا أمر مؤثر. ثم أن السعودية هي قائدة الأوبك وروسيا هي قائدة الدول المنتجة خارج الأوبك، وبالتالي فأي تواصل واتفاق بينهما يؤدي إلى يعني دعم أو التوجه لدى الآخرين الموافقة على هذا الاتفاق، وهذا ما حدث في الاتفاق الأول والذي تم تمديده مرة أخرى، والذي يتوقع له أن يمدد من جديد بعد هذا التوافق وما أعلن في هذه الزيارة الملكية. لذلك أنا أتوقع أن سوق النفط سيستفيد كثيرا من التفاهمات بين هاتين الدولتين والعلاقات المتحسنة والمتقدمة بينهما. طيب، إلى أي درجة هذه الزيارة وما يقال مهمة بالنسبة لكافة الشعوب العربية والإسلامية، وكما يقال بأنه ما مثله العاهل السعودي في القمة هذه هي ما مثله في القمة في الرياض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتكاتف وأنه يمثل كافة الشعوب العربية والإسلامية؟ صحيح، يعني الروس يقولون أن بوابة الشرق الأوسط هي في الرياض، وأنا أقول أن بوابة الأمتين العربية والإسلامية هي في الرياض. فالمملكة العربية السعودية قائدة الأمة العربية والأمة الإسلامية، وقد وضح ذلك من خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض وضم جميع الدول العربية والإسلامية. وأمريكا عندما أرادت أن تدخل إلى هذين العالمين دخلت من خلال بوابة الرياض، وهكذا تريد أن تفعل روسيا، أن تدخل من بوابة الرياض إلى 1500 مليون مستهلك في العالم الإسلامي وأسواق ضخمة وموارد هائلة، وخاصة في ظل المقاطعة الغربية ضدها، فهي بحاجة ماسة إلى التصالح مع العالم العربي والإسلامي من خلال المملكة العربية السعودية. أنا أشكرك جزيلا من جدة الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد بطرفي.